دلوقتي هنتوجه مع حضراتكم إلى هضبة الجلالة بالعين السخنة. هنحضر هناك مؤتمر شركة ميفاك للقاحات البيطرية، مؤتمر يتحدث عن المخاطر التي تواجه صناعة الدواجن. وخلي بال حضراتكم، هذا المؤتمر بيحضره 57 عالم من أهم علماء أمراض الدواجن في العالم. خليكم معنا. زي ما اتفقنا، لازم نعتبر صناعة الدواجن بتمر حالياً بمرحلة إعادة هيكلة وترتيب أوراق لغاية ما نلاقي حلول للتحديات الكتير اللي بتواجهها، وخصوصاً الأمراض الداجنة الفيروسية اللي بتعرض المربين لخسائر كبيرة، ولازم ننتبه ليها إحنا داخلين على موسم الشتاء. شركة ميفاك للقاحات البيطرية نظمت مؤتمر علمي شديد الأهمية في مدينة الجلالة بالعين السخنة، ودعت 57 عالم من أشهر خبراء العالم في أمراض الدواجن من 17 دولة. زي إنفلونزا الطيور والجمبورو والنيوكاسل والآي بي المتحور وكمان الريو والأدينو، أحدث فيروسات الدواجن الوافدة، ودعت أكبر الشركات المصرية والخبراء من أساتذة أمراض الدواجن في مصر. المؤتمر هدفه تبادل الخبرات ووضع حلول حاسمة للأمراض الداجنة اللي كل ما الصناعة تفوق تهزمها. تعالوا في البداية نقابل الدكتور أحمد القاضي، مدير القطاع التجاري في شركة ميفاك للقاحات البيطرية، اللي النهاردة حجم استثماراتها في القطاع البيطري تجاوز 1,800,000,000 جنيه. حان لغاية النهاردة دكتور، رايحين لفين؟ كيف سنواجه التحديات في صناعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية؟ النهاردة احنا في مؤتمر علمي، مؤتمر علمي ده مش عشان بس مصر، عشان مصر، عشان المنطقة العربية، عشان شمال أفريقيا. في عندنا النهاردة حضور من أكتر من 17 دولة. عندنا الحضور النهاردة تقريبا وصل 300 فرد موجودين من خبراء في جميع أنواع صناعات الحيوانية في المنطقة بالكامل، عشان نشوف إيه الخريطة وخريطة المستقبل للإنتاج الداجني في الدول المختلفة، وأهم الأمراض الوبائية وكيفية السيطرة عليها. وجايبين خبرة من أكبر 7 خبرة في الأمراض الوبائية لتخص أمراض الدواجن في العالم، ومهم احتكاكهم بالخبراء المصريين طبعا. وده البانل اللي اتعمل واللقاء الخبرات ما بين الأساتذة المصريين والعملاء المصريين والخبراء من المنطقة العربية، والأساتذة من ألمانيا والنمسا وإيطاليا وإنجلترا، عشان يحصل تبادل خبرات وإزاي نحط خارطة الطريق للسيطرة على الأمراض الوبائية. وده بيتماشى مع رؤيتنا العلمية، احنا We are a science based company، احنا شركة مبنية على العلم، عشان كده نجحنا وما زلنا مكملين. دينا بنهتم جدا بقطاع البحوث والتطوير، دايما بنطور من نفسنا، دايما بنخلي العميل هو رقم واحد. احنا النهارده في 22 دوله، السنه الجايه في 34 دوله، منهم دول زي ما نقول دول ميجا ماركتس في صناعه الدواجن، زي ساوث افريكا، جنوب افريقيا، والاتحاد الروسي، والهند، ومعظم الدول الافريقيه تم اعتماد صناعتنا هناك. لقاحاتنا اعتمدنا وسجلناها عندهم. لقاحاتنا دلوقتي مسجله في جنوب افريقيا، لقاحاتنا مسجله في اكتر من 22 دوله، بالاضافه ل 22 دوله الشهر ده احنا سجلنا لقاحاتنا في جنوب افريقيا، ودي من اكبر الدول في الانتاج الداجني في افريقيا. ان شاء الله انطلاقه المنتجات هتبقى في خلال شهر او شهرين هناك. السنه اللي فاتت احنا حصلنا على المركز الثاني في الصادرات الطبيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. ان شاء الله السنه دي اتوقع ان شاء الله ان احنا نحصل على المركز الاول، ودايما الصادرات اللقاحات من عندنا بتوصل زي ما قلنا ل 22 دولة، وده لبعد اقتصادي ان احنا بنوفر عملة صعبة. طبعا احنا الحمد لله في تزايد مستمر، عندنا نمو التصدير يقارب ال 40 وال 50% سنوي. 2 مليار جرعة بننتجها النهاردة من ميفاك، كلها سوق محلي ولا بيتوجه منها جزء كبير للتصدير؟ لا، جزء كبير جدا للتصدير. جزء كبير جدا طبعا. احنا تمام. زي ما بقولت لحضرتك ان النهارده يعني احنا متميزين. ايه الميزه التنافسيه عندنا في العالم؟ بنقدر نصدر لقاحات ايه ويعني مكسرين الدنيا هناك؟ احنا لقاحات الايفيان انفلونزا، لقاحات انفلونزا الطيور، من اكبر اكتر اللقاحات اللي احنا بنصدرها لدول كتير جدا زي باكستان والمغرب والامارات والكويت وعمان، فموجوده في اكتر من دوله. برضو بعض اللقاحات الحيه لالتهاب الشعب المعدي من يعتبر مسجل في اكتر من 15 دوله.
لقاحات الحمى القلعية، لقاحات لقاح الجلد العقدي. لقاح الجلد العقدي احنا بنصدره في آسيا بكثافة كبيرة جدا. احنا الحمد لله السنة اللي فاتت اكتر من 5 مليون جرعة في تايلاند، السنة دي ان شاء الله اكتر من 6.5 مليون جرعة في تايلاند. في فيتنام موجودين بقوة من جميع انواع اللقاحات، لقاحات امراض الدجنة، الانفلونزا الطيور سواء بانواعه الاتش 5 او الاتش 9، لقاحات التهاب الشعب المعدي، لقاحات الحيوانات الكبيرة زي الاف ام دي والجلد العقدي، كل ده ضمن البورتفوليو في الصادرات عندنا. انا قال لي هنا في المؤتمر ان انفلونزا الطيور او الاتراقات اللي بتكافح مرض انفلونزا الطيور بيتم تقييمها النهارده في معمل بالبرايت اللي هو المعمل المرجعي العملاق جدا في اوروبا، عشان امكانيه استخدامها في فرنسا وايطاليا وغيرها من الدول الاوروبيه اللي بدات النهارده تفكر في التحصين. مظبوط الكلام ده صحيح؟ مظبوط. يعني لقاح مصري هنحصن فيه في هذه الدول؟ احنا من ضمن الاوبشنز او الاختيارات في تقييم هذه اللقاحات، ونتمنى ده يبقى شرف لينا، واتوقع ان شاء الله بنتائج ايجابيه، لسبب ان العتره اللي موجوده في اوروبا هي العتره اللي تم عزلها من مصر من سنتين، وهي اللي موجوده في اللقاح من الكليت 2.3.4.4، والحمد لله اثبتت نجاح في جمهوريه مصر العربيه في معظم المشاريع اللي جوه مصر وفي كل الدول اللي احنا مصدر لها، من اول اسيا في فيتنام الى غرب افريقيا وفي نيجيريا وشمال افريقيا في المغرب. اللي قدام حضراتكم ده الدكتور منير إقبال، رئيس وحدة إنفلونزا الطيور في معمل بيربرايت بإنجلترا، أشهر معامل العالم المرجعية الخاصة بأمراض صناعة الدواجن. هيكلمنا عن جهود العالم لمكافحة المرض وتقييمه للجهود المصرية، وليه أوروبا بتدرس لأول مرة التحصين ضد إنفلونزا الطيور. So the avian influenza is it very very important to have a antigenically homologous vaccines. That is the main point, that the antigenically the virus which is the field virus should match with the virus with the vaccine, and that should protect against the circulating field viruses circulating in Egypt or anywhere else in the world. So currently the virus circulating in Europe, which is H5N1 clade 2.3.4.4b, is antigenically matched with the H5N8 viruses, which is the same clade in the Egypt. So therefore this vaccine is matching with the viruses which are circulating particularly for that clade, which is 2.3.4.4b, or 100% antigenically homologous. دلوقتي هنقابل الدكتور مايكل هيس، خبير فيروسات الري والأدينو في جامعة فيينا بالنمسا، وأبرز خبراء معمل النمسا المرجعي لأمراض الدواجن. وبالمناسبة ده من أخطر الفيروسات اللي هجمت صناعة الدواجن المصرية في الأشهر الأخيرة. I think the seriousness is increasing in recent years, not only in Egypt but also in other countries. We see that for about the last 10 years, and we can have high mortality in broiler flocks, which goes up to 15-30%, depending on the virus isolate, on the strain, but the disease, on especially adenovirus, is very severe. Based on this, there is a conflicting report on experimental data and field data. Field data show that cross protection is limited between those serotypes, which is also obvious because otherwise they would not be different serotypes. So I do think we need broader protection by having different viruses in a vaccine which cover the viruses which are present in the field. And that's the situation in Egypt, that's the situation in other countries, especially in Asia. And with a dominance of serotype 4 with regard to pathology, that should be covered, and that's covered by a vaccine which contains sufficient amount of serotype 4. And then you can produce a vaccine which can be globally used. I'm convinced about that. الدكتور ماتيا ساتشوني هو أستاذ أمراض الدواجن في جامعة بادوفا بإيطاليا، ومتخصص في فيروس الاي بي المتحور، وهيكلمنا عن وضع الفيروس عالميا وليه بيتحور بشكل سريع جدا. IBV first of all is a virus that is present globally, is endemic virus, and you have different virus that are present in different area.
And speaking about Middle East, we can have one of the most important and quite new is the variant 2, but also QX793BM. So as for all diseases, it's important the biosecurity, but for IBV control is essential also the vaccination. And speaking about which strain I have to use in the vaccine, of course, the homologous normally give a higher protection compared to other heterologous vaccines. So if I can choose or I have the possibility to use the vaccine, I will use the homologous. I think it is a good option to use a variant 2 vaccine. And also it's really important how the vaccine are applied for IBV. So I also strongly suggest to monitor the vaccination and to well perform it. For what I know, also in some countries like Poland, they are using a variant 2 vaccine, not the MEVAC 1, but of course they can, is a good option to control this variant. So to use also the MEVAC vaccine. So. الجمبورو ما فيش جدال انه من اخطر امراض صناعة الدواجن ده في العالم. هو إيدز الطيور باختصار بيدمر قطعان في غمضة عين. تعالوا نقابل الدكتور ماتيو لجناردي الباحث في جامعة بادوفا الإيطالية والمعمل المرجعي للجمبورو في إيطاليا. Based on available molecular sequences, the situation in Egypt, the Middle East, Northern Africa appears highly heterogeneous with some commonalities between different regions and countries, but also some atypical strains and reassortant strains which are found only in some of these countries. So it's very diverse. The regular very virulent strains that have been historically thought to be circulating in these regions are still present, but along with these there are also different strains which are newly emergent or at least newly discovered. Obviously more studies are needed to do so, but yes, having for sure well manufactured live attenuated vaccines, provided that they are administered with the right administration protocol, is for sure a good tool to control IBDV. شركة كايرو إسرائيل للدواجن من كبرى الشركات المصرية في القطاع الداجني وبتواجه الأمراض الداجنة بالعلم وبتحقق نتائج متميزة. تعالوا نقابل الدكتور محمد حمود مدير عام شركة كايروس ري اي للدواجن. احنا أكبر مجموعة على الإطلاق لتربية الدواجن في مصر. كيف واجهنا التحديات اللي واجهت كل الصناعة؟ ما كانش فيها لا كبير ولا صغير. احنا عاملين عنابر على أعلى مستوى، عاملين باي سيكوريتي على أعلى مستوى اللي هو الأمن الحيوي، عشان نقلل كم العدوى والأمراض اللي بتتعرض لها الفراخ. مع التحديات المرضية في مصر واحتياجنا للقاحات بطبيعة خاصة، لجأت لشركة ميفاك والشركات المحلية وعملوا لي لقاحات ما تأذيش الفرخ. يعني بدل ما احقن الفرخة أمسكها ثلاث مرات وأدفع فلوس كل مرة أفشلها، أنا كراجل اقتصادي ولازم أشتغل بشكل فكر اقتصادي، عملوا لي الثلاث لقاحات في حقنة واحدة. أنا ربيت أكتر من نص مليار أو 500 مليون طائر حقنتهم باللقاحات دي، والحمد لله حققت نجاحات كويسة جدا جدا جدا. مع التحديات بتاعت العملة، الحمد لله أنا بشتري بالمصري، بشتري منتج مصري بكواليتي عالمي، والحمد لله نجحت الشركة ونجحت الفكرة. إدارة بقى المشروع نفسه دكتور، عايز أعرف وفرنا علف إزاي لهذه الأعداد؟ المخزون بتاعنا كان لفترة قد إيه؟ إحنا من أكبر شركات الدواجن وأيضا أكبر شركات استيراد العلاف. تمام. خامات العلاف. أقول لحضرتك حاجة، التحدي كان علينا كلنا، يعني إحنا برضو نزل مخزوننا لغاية يوم واحد. فادينا الأولوية للجدود، ادينا الأولوية للأمهات، وصرعنا من تربية التسمين. صناعة الدواجن زي ما قلنا بتمر حاليا بمرحلة إعادة ترتيب الأوراق. تعالوا نقابل الدكتور مجدي القاضي رئيس الجمعية المصرية البيطرية لأمراض الدواجن، وهيكلمنا عن خطة ترتيب الأوراق اللي لازم كل مربي يلتزم بيها. دكتور حضرتك المرجع، هسأل حضرتك السؤال المباشر، نربي في هذه التحديات أو في ظل هذه التحديات ولا نتمهل؟ لا نربي، ولكن نقلل من حجم التربية بتاعتنا بنسبة مثلا من 20-30% لغاية ما الأمور تتضح، لأن دي أزمة عالمية العالم كله بيعاني منها وإحنا جزء من العالم، ممكن الموضوع يستمر شوية، فنقدر نخفض من إنتاجنا سواء بنتكلم على الكتكوت أو على التسمين، ونخفض من طول الدورة بدل ما بنربي 6 أسابيع نخليها 5 أسابيع، بحيث إن إحنا نقلل المعروض شوية ونقلل احتمالات الخسائر ممكن تحصل، في نفس الوقت نجد المخزون اللي عندنا يقدر يكفينا لأطول فترة. إحنا الوقت يا دكتور في ظل تحديات كبيرة جدا في هذه الصناعة، صناعة الدواجن، دائما بنقول هي صناعة تمرض ولا تموت، ولكن ممكن الفترة اللي إحنا حاسين فيها إن إحنا بنعاني أمراض صناعة الدواجن ممكن نعيد ترتيب الأوراق، ممكن نعيد بناء الصناعة، ممكن ننتزعها من العشوائية. نرتب أوراقنا إزاي؟ يعني هو زي ما حضرتك قلت إعادة الهيكلة
ده مطلب عام في الصناعة بشكل عام، ولكن أنا بس بتكلم على مستوى الشركة أو المؤسسة أو المربي يقدر يخفض إنتاجه ويشوف أكثر الفاسيلتيز اللي عنده أو الأماكن اللي عنده جاهزة للشغل يشتغل بيها، وأقلها يعيد تأهيلها في هذه الفترة اللي هي على ما الأمور ترجع لطبيعتها. دكتور، في ظل إن معظم المربين بيقللوا كميات التربية أو ما بيسكنوش أصلا الكتاكيت، برضو الأمراض موجودة، الإنفلونزا، الجمبورو، الآي بي، دينو والريو. هي ناقصة الدينو والريو، أنا مش عارف. طب الناس تعمل إيه أكتر من كده؟ وطبعا ده شيء طبيعي نتيجة التوسع الشديد اللي كان حصل في إنتاج الدواجن، وفي نفس الوقت كانت مشاريعنا أو مزارعنا غير مؤهلة تماما لمثل هذا الحجم من التربية، فلازم الناس يبقى فاهمة النقطة دي كويس، طبق قواعد الأمن الحيوي كويس، طبق برامج التحصين الجيدة، بداية من استخدام العترات اللي هي المناسبة للمشاكل الموجودة، لغاية تطبيق نموذجي لعملية التلقيح. عملية التلقيح أطمن إزاي للمعمل اللي أنا بشتغل معاه إن هو مديني كتكوت كل اللي قال لي عليه موجود في هذا الكتكوت عشان أقدر أكمل بيه الدورة؟ هو هنا حجم الصناعة بقى دلوقتي بيتطلب إن أنا أعمل تشخيص معملي. التشخيص المعملي ده بتأكد من جودة الكتكوت، بتأكد من خلوه من المشاكل، حتى بتأكد من الاستجابة المناعية للتحصينات اللي أنا بستخدمها عشان يبقى مش صح. أنا بستثمر في فلوس، فلما يبقى في جزء من هذه الفلوس بستخدمه عشان أضمن نجاح المشروع بتاعي، ده أمر طبيعي. اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور وائل الفيل، مدير الخدمات الفنية في شركة ميفاك وأستاذ أمراض الدواجن في جامعة قناة السويس، وهيكلمنا عن الحلول اللي بتقدمها شركة ميفاك للقاحات البيطرية لحماية الإنتاج الداجني المصري. قدر الصناعة، صناعة الدواجن، أنها محاصرة بالعديد من الفيروسات، بعضها متوطن وبعضها لسه وافد علينا. إحنا ميفاك شركة وطنية بنتحرك لدعم الصناعة، وعندنا حلول لمواجهة هذه الأمراض. عايز الدكتور حصر بالحلول اللي نقدر نقدمها للمربين لمواجهة أخطر أمراض صناعة الدواجن. أهم الحلول اللي أوفرها لحضرتك تقدر تدعم صناعة الدواجن في مصر. إحنا من أول السنة وعندنا ظهور جديد للفيروس الأدينو لأول مرة يتسجل في مصر. الأدينو والريو. الأدينو والريو. الخبر الكويس محدش يعرف دخل ازاي مصر. لا ازاي؟ لا، هو محدش يقدر يقول دخل ازاي، بس للاسف احنا دخل عندنا اكتر من نوع من الادينو فيروس مصر في نفس التوقيت. ايه خطورته على الصناعه؟ بيسبب مشاكل كبيره جدا في الاوزان وفي انتاج البيض، وبيوقع برامج التحصين الثانيه المرتبطه بالنيوكاسل والانفلونزا. بيجي تسمينه بياض، بيجي تسمينه بياض وامهات وجدود، وبتنقل راسي من الامهات للكتاكيت، فتكون المشكله الاكبر ان انت الانتشار بيكون سريع جدا، لان الكتاكيت بتنزل عمر يوم مصابه بالادينو فيروس. فده بيعمل مشاكل كبيره جدا في اول اسبوعين من عمر الطائر، وبعد كده بيعمل مشاكل مركبه في الفتره المتاخره من عمر الطائر. كان دور ميفاك الفعال في حمايه الصناعه ان احنا في خلال شهور قليله، اقل من سنه، عزلنا الفيروس اللي موجود، تعاوننا مع المعمل المرجعي، اخذنا منهم المعزولات اللي موجوده اللي بتمثل العترات المختلفه اللي دخلت البلد، بقى عندنا السيد جاهز عشان نصنع منها لقاح. الحمد لله يوم الاربع لجنه اللقاحات في الهيئه ادتنا موافقه على تسجيل اول لقاح ثلاثي العتره للادنو عشان يكون حل حقيقي للمشكله اللي احنا موجودين فيها. هيظهر النور امتى دكتور؟ في خلال نهايه السنه دي ان شاء الله هيكون متاح لقاح. اللقاح ده يساعدنا بشكل جذري ان احنا نتخلص من المشكله على مستوى الامهات والجدود، فنقدر نطلع كتكوت سليم المربي يقدر يستفيد منه. المرض برضو بخاف منه قوي، الجمبورو ده لما بيجي بيقش بالظبط، وده توضحه الدكتور ماتيو لجراندي، ده من جامعه بادوفا، معمل مرجعي للجمبورو، ووضح ان الجمبورو اللي موجود في افريقيا والشرق الاوسط متحور عن السابق، وده كان بيفسر لنا ليه كنا بنشوف مشاكل الجمبورو كتيره، علما ان احنا بنحصن، لان التحصينات تقريبا مبنيه على تقسيمه قديمه مش ماشيه مع الفيروسات اللي موجوده في العالم كله دلوقتي. فهو كان بيوضح ان هو في اتجاه عالمي لتحديث كل اللقاحات. ميفاك كانت متمشيه مع الوضع الموجود، لاننا شركه وطنيه بنخدم الصناعه هنا. احنا صنعنا ميفاك اي بي دي 818، ده معزوله من العترات اللي موجوده في مصر، بتماثل بنسبه 99% مع العتره اللي موجوده في مصر، فقدرت توفر حمايه بشكل كبير جدا. بان نتائجها من اول السنه دي لما نزلنا مصر النتائج ملموسه، تغير واضح جدا للمربيين اللي استخدموها، قدروا بشكل كبير يسيطروا على مشكله الجمبورو في القطاع بتاعتهم، فبالتالي قدرنا نحد من مشاكل الناس اللي موجوده فيهم. الاي بي المتحور الكارثي دي مرض التهاب الشعب الهوائي اللي بيصيب الدواجن، وكل شويه يطلع لنا فيروس جديد مش عارفين عنه حاجه.
هنعمل ايه؟ دي كارثه من الكوارث اللي دمرت الصناعه لفتره من الفترات. وصلت في مرحله ان احنا كنا بنقول مشاكل مصر 40 30 40% منها مرتبطه بالاي بي. نشكر ربنا ان احنا في ميفاك قدرنا نصنع ميفاك اي بي فار 2. ده اول لقاح من العتره المتحوره 2 المصريه موجود على مستوى العالم كله. اللقاح ده ساهم ان النتائج الوبائيه في مصر بتقول ان في 21-22 الاي بي نزل من 35-40% قبل دخول من لقاح ميفاك اي بي فار 2 السوق المصري. للنهارده بنتكلم في نسبه في حدود 10%. احنا تقريبا شبه قللنا المشاكل المرتبطه بالاي بي في مصر مع دخول الميفاك اي بي فار 2. حضرتك فاهم قصدي؟ انفلونزا الطيور. الانفلونزا الطيور احد اخطر المشاكل اللي بتواجهنا هنا. الكويس في الموضوع ان ميفاك قدرت تصور ميفاك H5+8. ده اول لقاح مسجل في العالم يحتوي على عتره H5N8 من نوع 32344 لمستوطن موجود في الشرق الاوسط حاليا واللي دخل اوروبا كلها. الخبر الكويس زي ما قلت حضرتك ان الواي في اجتماعهم الاسبوع اللي قبل اللي فات بياخدوا قرار ان اوروبا ممكن كلها تروح للتحصين. الدكتور منير اقبال رئيس وحده الانفلونزا بيربرايت في الدراسه اللي عملها وضح ان اقرب لقاح ممكن يساعد في حل المشكله في فرنسا وانجلترا وايطاليا وهولندا والمانيا هو الميفلوفاك H5+8 لانه اقرب لقاح للعترات اللي موجوده في المنطقه دلوقتي. مواجهه الامراض الداجنه بواقعيه ضروري جدا، وخصوصا اننا داخلين على موسم الشتاء البالغ الصعوبه دائما على صناعه الدواجن. وشركه ميفاك للقاحات البيطريه عملت اللي عليها وزياده عشان تشارك في حمايه ثروه مصر الداجنه.